أقيم المعرض 21 للتغليف والتعبئة والصناعات المرتبطة في العاصمة الإيرانية طهران، حيث يهدف المعرض لتعريف المنتجات الإيرانية وارتقاء كيفية تغليف المنتجات الداخلية في الأسواق العالمية. وكان الدافع الرئيس للعديد من الدول والشركات الأجنبية المشاركة هو المستقبل الواعد لعالم التعبئة والتغليف وارتباطه بمختلف القطاعات الإنتاجية والصحية. للمرة 21 تشهد العاصمة الإيرانية إقامة معرض لأجهزة الطباعة وتغليف السلع الذي شارك فيه أكثر من 330 شركة داخلية و120 شركة أجنبية من ألمانيا وإيطاليا والصين والسويد وفرنسا وإسبانيا بمساحة ما يقارب 17,000 متر مربع. منذ أكثر من 20 عاما تعمل هذه الشركة في مجال تغليف الأدوية والمواد الغذائية والأجهزة الطبية، ولدينا تعاون كبير مع الشركات العملاقة في الداخل، ولهذا المعرض تأثير مباشر لتعرف الأسواق الخارجية على الماركات الداخلية من خلال رعاية المعايير العالمية. تكمن أهمية قطاع صناعات التعبئة والتغليف في كونه جزءا هاما ومكملا لجميع السلع، وتقوم أهميتها على أساس أنها تمثل حلقة وصل ما بين المنتج والمستهلك. وبحسب الإحصاءات المنتشرة من قبل المؤسسات المعنية الدولية، صناعة التعبئة والتغليف اكتسبت 86% من الأسواق الرأسمالية في العالم التي يصل حجمها الاستثماري إلى أكثر من 860 مليار دولار سنويا. الأجهزة الموجودة لدى هذه الشركة مختصة بالطباعة على الصلب وإنتاج ورق الكرتون وتغليف أنواع السلع الغذائية والأدوات المنزلية. أنا مسرور جدا لحضوري في هذا المعرض، حيث شركتنا تقدم أنواع الخدمات في مجال التغليف إلى الشركات الغذائية. المستقبل الواعد لعالم التعبئة والتغليف وارتباطه بمختلف القطاعات الإنتاجية والصحية كان الدافع الرئيسي للعديد من الدول والشركات المعنية لإقامة المئات من مراكز البحث والتطوير. وتمركزت هذه البحوث في الدول الصناعية والتي تخصص نحو 2.5% من ناتجها القومي لهذا الأمر، مقارنة بما تخصصه الدول النامية من ناتجها القومي نحو الأبحاث العلمية والذي لا يتعدي 0.4%. صناعة التعبئة والتغليف تلعب دورا هاما في تغيير العادات الشرائية لدى المستهلكين، حيث أصبح المنتجون يبذلون جهودا كبيرة عند تصميم غلاف أي سلعة بنفس القدر من الجهود التي تبذل لتصميم السلعة ذاتها. للنشرة الاقتصادية علي كاشاني، العالم. 130 شركة داخلية و120 شركة أجنبية من ألمانيا وإيطاليا والصين والسويد وفرنسا وإسبانيا بمساحة ما يقارب 17,000 متر مربع. منذ أكثر من 20 عاما تعمل هذه الشركة في مجال تغليف الأدوية والمواد الغذائية والأجهزة الطبية، ولدينا تعاون كبير مع الشركات العملاقة في الداخل، ولهذا المعرض تأثير مباشر لتعرف الأسواق الخارجية على الماركات الداخلية من خلال رعاية المعايير العالمية. تكمن أهمية قطاع صناعات التعبئة والتغليف في كونه جزءا هاما ومكملا لجميع السلع، وتقوم أهميتها على أساس أنها تمثل حلقة وصل ما بين المنتج والمستهلك. وبحسب الإحصاءات المنتشرة من قبل المؤسسات المعنية الدولية، صناعة التعبئة والتغليف اكتسبت 86% من الأسواق الرأسمالية في العالم التي يصل حجمها الاستثماري إلى أكثر من 860 مليار دولار سنويا. الأجهزة الموجودة لدى هذه الشركة مختصة بالطباعة على الصلب وإنتاج ورق الكرتون وتغليف أنواع السلع الغذائية والأدوات المنزلية. أنا مسرور جدا لحضوري في هذا المعرض، حيث شركتنا تقدم أنواع الخدمات في مجال التغليف إلى الشركات الغذائية. المستقبل الواعد لعالم التعبئة والتغليف وارتباطه بمختلف القطاعات الإنتاجية والصحية كان الدافع الرئيسي للعديد من الدول والشركات المعنية لإقامة المئات من مراكز البحث والتطوير. وتمركزت هذه البحوث